في الباب السابق يا شيخ قرأنا الاستعاذة، فالفرق بين الاستعاذة والاستغاثة. الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله عز وجل من العدو ومن الأمور الضارة، اللجوء إلى الله وطلب حماية الله جل وعلا، هذه الاستعاذة. وأما الاستغاثة فهي طلب دفع الضرر والكرب عن المخلوق بعد نزولها وحصولها. نعم، يعني الحكم بين النوعين يختلف يا شيخ؟ نعم، هذه الاستغاثة تكون عن شيء نزل ويراد إزالته، أما الاستعاذة فإنها عامة، لجوء إلى الله عز وجل في منع الشيطان من الإنسان، منع العدو. نعم.